عام وأنتم بخير. فيديو غريب وتعليمات وفيديوهات غريبة. معلمة للتلاميذ تقول سيدنا عيسى مسلم ومفيش حاجة اسمها دين مسيحي أو يهودي، الدين واحد فقط وهو الإسلام. معلقون غاضبون، تربية أجيال تنبذ الآخر، فين وزارة التربية والتعليم؟ الحقيقة الكاملة، من الضروري أن تضمن رسالة التعليم القضاء على الكراهية واحترام الأديان الأخرى، وليس الترويج للكراهية من قبل بعض المعلمين. أصارت معلمة أطفال غضب المسيحيين بقوله إن المسيحية ليست ديانة، كذلك اليهودية، وإن كل الأنبياء بما فيهم موسى وعيسى مسلمين. وقالت المعلمة في مقطع الفيديو المتداول سيدنا عيسى مسلم ونوح مسلم وموسى مسلم ولوط مسلم، كل الأنبياء مسلمين لأنهم كانوا موحدين بالله. وقالت الإسلام الدين عند الله الإسلام، يعني هو دين واحد بس. ما ينفعش أقول الدين المسيحي أو اليهودي، ما فيش حاجة اسمها كده. وقالت الدين هو الإسلام فقط، لكن في حاجة اسمها الكتب السماوية. كما أضافت قالوا على سيدنا إبراهيم يهودي، وده مش صحيح، ما فيش الكلام ده، هي بتقول كده يعني. وقالوا على سيدنا عيسى أنه مسيحي، ما فيش الكلام ده. وأبدى عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي غضبهم من أفكار هذه المعلمة والتي تغرسها في عقول الأطفال. وفيما يلي بعض من هذه التعليقات، نرجو محاسبتها من كل الجهات المسؤولة عن كل ما تقول من تعليم مغلوطة عن الأديان، نرجو الإبلاغ عنها، دي مدرسة وواضح إنها لغات، إزاي الدولة تسكت على هذه المصيبة؟ إزاي تسكت على هذه المصيبة؟ الحقيقة إيه الثقة اللي هي فيها دي؟ ولا تتكلم كأنها بتقول محدش يراجع ورايا، ده بتقول كده محدش يراجع ورايا، إزاي كده؟ دي واحدة المفروض تدرس حصة الدين وليست مدرسة، فصل ولازم تتحاسب. يا لالا الكارثة، بتسمم عقول الأطفال. انت ازاي بتعلمي اجيال؟ انت نشرتي المرض كله في المدرسة، انت ازاي تعملي كده في الاطفال الصغيرين؟ على رأي احمد حلمي في عسل اسود، ارجعي لقانون، او ارجعوا لقانون ازراء الاجيال، المحاسبة بالقانون. نحن نعيش معا كنسيج واحد، وكل منا يحترم الآخر وعقيدة الآخر، وده جمال الشعب المصري. منتظرين ايه من الأطفال دي لما تكبر؟ مصر بتنهار، مصر بتنهار. معلومات ضد ما، لم تستطع تلغي التوراة والإنجيل، من أين أتت بهذا الاكتشاف الخطير؟ من يحاسب هؤلاء على هذه المعلومات المضللة؟ لخبطة في لخبطة، تعصب أعمى، وللأسف الجهل يعمل أكثر من كده. وللأسف في أطفال بتزرع فيهم بذرة التعصب والعدوانية الغير، فين الرقابة والمحاسبة على كده؟ طيب دي نسميها مدرسة تعليم ولا مدرسة إزراء أديان؟ إيه الجهل ده؟ وإزاي دي مدرسة؟
وبتعلم النشأ. التطرف الديني خطير في التعليم لأنه يربي أجيال تنبز الآخر أو تنبز الآخر، ولا تعترف بالمواطنة أو أي الأديان الأخرى. التطرف الديني خطير في المجتمع، التطرف الديني خطير في الديمقراطية، في وزارة التربية والتعليم. ليه كده؟ الدين علاقة خاصة بين الإنسان وربه، كل واحد حر. مع كل الأسف وكل الألم وكل الحزن، هذا كل ما يحدث، أمور عجيبة وغريبة تحدث من هذا. وأي من الضروري أن تتضمن رسالة التعليم القضاء على الكراهية واحترام الأديان، وليس الترويج للكراهية من قبل بعض المعلمين. أصارت معلمة أطفال غضب المسيحيين بقولها أن المسيحية ليست ديانة، كذلك اليهودية، وإن كل الأنبياء بما فيهم موسى وعيسى مسلمين. وقالت المعلمة أيضا في مقطع الفيديو المتداول: سيدنا عيسى مسلم، ونوح مسلم، وموسى مسلم، ولوط وكل الأنبياء مسلمين لأنهم كانوا موحدين بالله. وأضافت أيضا: الإسلام الدين عند الله الإسلام، يعني هو دين واحد. بس ما ينفعش أقول الدين المسيحي أو اليهودي، مفيش حاجة اسمها كده. وقالت: الدين هو الإسلام فقط، الدين هو الإسلام فقط، لكن في حاجة اسمها الكتب السماوية. كما أضافت: قالوا على سيدنا إبراهيم يهودي، وده مش صحيح، مفيش الكلام ده. وقالت أيضا: قالوا على سيدنا عيسى إنه مسيحي، ومفيش الكلام ده. وأبدى عدد كبير من رواد التواصل غضبهم من أفكار هذه المعلمة والتي تغرسها في عقول الأطفال. وفيها ما يلي بعضا من هذه التعليقات: نرجو محاسبتها من كل الجهات المسؤولة عن كل ما تقول من تعاليم مغلوطة عن الأديان، نرجو الإبلاغ عنها. دي مدرسة أو مدرسة، وواضح إنها لغات، إزاي الدولة تسكت على المصيبة دي؟ إيه الثقة اللي هي فيها دي؟ لا تتكلم وكأنها محدش يراجع ورايا، إزاي كده؟ دي واحدة المفروض تدرس حصة دين وليست مدرسة فصل، ولازم تتحاسب، بتسمم عقول الأطفال.